السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في درسنا اليوم، علم الاجتماع الديني، الوحدة التاسعة، الحركات الدينية الجديدة. نبدأ بالمدخل. كان أكثر علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر ارتكزوا على ضعف تأثير الدين في المجتمع، لذلك رأوا الحركات الدينية الجديدة الناشئة حديثا كجماعات هامشية، ولم يروا أنها تستحق تدقيقا جديا. واستمر هذا الموقف حتى النصف الأول من القرن العشرين، ولكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، عندما بدأ العالم الغربي في الحصول على الاستقرار من النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، شهد ظهور حركات دينية جديدة بسرعة. المصطلحات الأساسية: عندما يقال دين في الإلهيات يفهم أنظمة اعتقادات رئيسية، والنقطة الأهم التي تميز الدين عن غيره عقيدته، أسس معتقداته، لكن لا تعتبر مجرد الإيمان كافيا لوجود الدين، بل يجب أن يكون نظامه للعبادة، وأيضا يجب أن يكون لهذا الاعتقاد جماعة دينية تعتقدون به، والمذهب هو تفسير الدين والاجتهاد فيه في مجال الاعتقاد والعمل، ويوجد الوعي من بين أعضاء المذهب بالتزام المذهب المختلف كما أنه يوجد في الدين. وأما الطريقة هي التشكيلات صغيرة يجتمع فيها الأعضاء حول زعيم من أجل العيش في الدين بشكل أفضل دون اختلاف كبير من العبادات أو المعتقدات. ولا شك أن الطريقة في الإسلام بمعناها التصوفي تفيد التجمع والتشكل، ويمكن للناس إنشاء مجموعات مختلفة بدون أسلوب صوفية. عندما ننظر إلى الموضوع من وجهة نظر الفكر المسيحي، يرى أن المصطلح المذهب ينتقل نحو مصطلح الدين. لا تعتبر الكاثوليكية أو الأرثوذكسية في المسيحية كمذهب الحنفية أو الشافعية في الإسلام، بل على العكس من ذلك، فإن المذهب المسيحية ترى نفسها كدين مستقل، ولا تقبل إلا أن الشخص الذي يؤمن بفكره سوف ينال النجاة. والمصطلح الآخر الذي يتداخل مع المذهب هو الكنيسة، والكنيسة المعروفة باسم معبد المسيحيين في اللغة التركية اليومية تفيد في الواقع عدة معان. أولا، تفيد الكنيسة عقيدة المسيحية وجالبيتها، وبناء عليه هناك يوجد بعض التقييمات مثل أن الكنيسة الرئيسية هي الكاثوليكية وجميع الجماعات المنفصلة عنها هم المذاهب، ويفسر هذا التقييم المذهب بمعنى سلبي، ومع ذلك لا أحد يعتبر معتقداته سلبية، لذلك فإن التشكلات التي ترى أنها مذهب فترى نفسها أيضا ككنيسة. علم الاجتماع الحركة الدينية الجديدة. كانت نشأة الحركة الاجتماعية وتطورها وتجمعها والعوامل التي تؤثر عليها وخصائصها المشبهة بين جماعات أخرى وتصنيفها وغيرها من الأمور تشكل الخطوط الرئيسية في طريقة اقتراب علم الاجتماع الديني إلى الموضوع، وسيبين في هذا الجزء من وحدة الخصائص الأساسية للحركات الدينية الجديدة وتصنيفها والعوامل المؤثرة على جميع أعضائها ثم على تأثيرها. الخصائص الأساسية للحركات الدينية. عند دراسة الحركات الاجتماعية والمجموعة الاجتماعية، ينبغي لفت النظر إلى بعض الوقائع كالتشكيل، الحركة وقيادتها ومأسيتها، والتحولات ضمن هذه الحركة والمجموعة والتفرقات منها، وظهور الحركات الجديدة منها. وعندما ننظر إلى الأديان الكبيرة التاريخية وكذلك إلى الحركات الدينية الجديدة الصغيرة ككل، فنرى أن الجوانب المتشابهة والتيارات مشابهة. ثلاثة عناصر أساسية للدين: الإيمان والعبادة والجماعة. تطور حركة دينية حول زعيم ديني كاريزمية، فالزعيم الديني هو إما ضد البنية الدينية القائمة في المجتمع أولا، أو لا يقبل بعض التفسيرات والعبادات الدينية التي نشأ بها، وهكذا ظهر الدين الجديد أو المذاهب أو الطريقة الجديدة. ولكل حركة دينية بالضرورة معتقدات معينة، عقيدة معينة. وفقا لقبول عام، علماء الدين يجب على الأقل أن تكون في الحركة ثلاثة عناصر: العقيدة والعبادة والجماعة، لكي تقال أن هذا الحركة هي الدين. ويشبه في الغالب أكثر مبادئ العقيدة الحركة الدينية الجديدة مع عقيدة الدينية الرئيسية التي ينتسب إليها أكثر الناس، ولكن يختلف في بعض الأمور القليلة. الزعامة. تشكل الحركة الدينية حول الزعيم، فالزعيم في المركز، ثم يأتي المنتسبون الأقربون، ثم المنتسبون البعيدون، والمتعاطفون يقعون في خارج الجماعة، هم ليسوا بعد في الجماعة ولكن هم الأقرب إلى الدخول، والجماعة لا تريد أن تفقدهم، والمنتسبون الأقربون هم مدافعو الزعيم، وهم ينقلون كرامات الزعيم إلى الآخرين ويسترون أخطائه، وأيضا هم الذين تدركون أولا أن الزعيم ليس استثنائيا
حقا ولا كرامة له، ولكنهم يخفونه من أجل استمرار الجماعة. وعندما يبدأ الصراع على الزعامة داخل الجماعة فيظهر هذا الحال، ومع وفاة الزعيم يتنافس المنتسبون الأقربون مع بعضهم البعض كالمرشحين المحتملين للزعامة، وبذلك يسببون في تشكيل الجماعات الجديدة. الانقسام وظهور الجماعات الجديدة يمكن أن تؤدي وتيرة المتأسسة التي تبدأ بعد وفاة الزعيم الكاريزمي إلى الانقسام والتفكك. وكما شهدت الأديان الكبيرة وتيرة الانقسام إلى المذاهب، كذلك شهدت الحركات الدينية الجديدة الوتائر المشابهة. والعامل الأهم في انقسام الحركة هو وفاة الزعيم الكاريزمي، وبعد وفاته تبدأ المناقشات حول موضوع من الذي سيكون الزعيم، ويتنازع ويتجادل على هذا الموضوع بين أسرة الزعيم المؤسس وبين كادر إداري الحركة. فمثلا عندما اغتيل جوزيف سميث الذي هو زعيم كنيسة المورمون الأمريكية، بدأ النزاع من أجل الزعامة بين المستشارين الرئيسيين، ثم التحق شقيق سميث ويليام سميث إلى هذا النزاع. وعندما أراد لويس رودن زعيم جماعة الملك داود أن يستخلف ديفيد سكيت من منصبه، خالفه ابنه جورج رودن وجادل من أجل زعامة الحركة. والعامل المهم آخر للانقسام والتفكك هو التفكير بشكل مختلف مع الجماعة الدينية الرئيسية حول عقيدة التطبيقات، ويبدأ أولئك الذين يفكرون هكذا أن يؤسسوا حركة جديدة داخل الجماعة. شبكات العلاقات تلعب العلاقات الفردية دورها هاما في مشاركة وتطوير الحركات الدينية الجديدة. ولدى الذين في ضمن شبكة صداقات من زمن طويل، وعندما نهدف إلى إيجاد أعضاء جدد سنذهب أولا إلى أشخاص قريبين، ومن المهم جدا القدرة على زرع الثقة، حيث ينظر الأفراد بشكل عام إلى مثل هذه الحركات بشك، ولا يميل هذه الأفراد إلى قطع العلاقات الإيجابية التي أقاموها بسبب سلوكهم. وهكذا يتم نقل العلاقات الصحية المعتمدة على ثقة الحركة الدينية الجديدة. لقد انتهينا من تلخيص الوحدة التاسعة، نلتقي بكم إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.